طلعت سمية. حياكم الله معنا في صباح الخير الكويت، وأكيد لقائنا المستمر بالجميل واللي يختم دائما مع الاختصاصية الرائعة، اختصاصية التغذية سمية الإبراهيم. يسعد صباحك. صباح النور غادة. بس خليني بالبداية أرحب بمتدربة معنا في صباح الخير الكويت، دعاء. صباح النور غادة. حياك الله. صباح الخير. نواعم في المطبخ تحتي، خلاص يعني صرنا بس متمركزين في هذا الشيء. نقول صباح جميل ان شاء الله. اليوم الشايات متنوعه سميه. سمعت شيء بالشاي بالعيش سوري وشيء قال ابراهيم قال لي عن الخلطه السريه، بس ما ادري شنو قصتها بالضبط. هو شنو اللي صار؟ الموضوع اليوم راح تكون عن الشاي، انواع الشاي، وانه شلون طلع من قبل يعني من التاريخ. سالفه الشاي مع العيش، انه هو كان قاعد يسالني انه في ناس يحطون الشاي بالطبخ، فانا قلت له صح، انا مره مجربه اللي هو شاي بالعيش، يعني مسوين العيش بغالينه بشاي. حلو. وكان طعمه حلو، يعني كان فيه مروره. فصح هذا اي مطبخ؟ ما اعرف والله اي مطبخ، اي بس انه مع الشاي شيء غريب صراحه. مع الشاي كانوا مسوين العيش، فهم فعلا في بعض الناس يدخلونه في خلطات اكلهم. حلو. اذا بتكلم عن الشاي بشكل عام، فهو الشاي هي نبته طلعت في زمن جدا قديم، يعني صحيح. هو نبته معروفه وايد، واحنا نعرف انه في الشاي انواع، كل انواع الشاي المختلفه سواء الاسود او الاخضر او الابيض كلهم جايين من نبته واحده. صحيح. اللي هي نبته اسمها الكاميليا سينسس، هي فنبته واحده بس من الشاي، هي قاعد تطلع لنا الانواع المختلفه من الشاي، هي القطفه الاولى والقطفه الثانيه والثالثه بالضبط. وهو يعتمد مدى اكسدتها في تعرضها للشمس، كل ما تاكسدت اكثر كل ما لونها يصير غامج اكثر في التحول من. صحيح. الابيض الى الاسود. كان هو الشاي يعتبر اكثر مشروب انتشارا بعد الماي. صحيح. في العالم، يعني اكثر شيء ينشرب في العالم هو الماي، بعدها الشاي، يعني اكثر الشعوب تشرب. والله كنا صار الشاي اكثر، تصدقين سمية؟ الحين الشاي ناس تشرب شاي اكثر من الماي. بشكل عام طبعا الماي هو الرقم واحد، ما نقدر يعني، في ناس ترى ما تشرب ماي صح، تشرب بس شاي، لكن اذا بتكلم عن احصائيه شنو اكثر مشروب ينشرب في العالم فهو الشاي. شاي. من بعد الماي. اول ما استخدم الشاي استخدموه الصينيين، فكانوا يستخدمونه في الطب وفي التداوي. وفي صح. يمكن اذا بتطلع معنا صوره عن اول من اول ناس اللي استخدموا الصينيين، كان شخص اسمه شينينغ، وهو يسمونه اسطوره في الصين، ولقب بملك الطب. هو كان يستخدم اللي هو نبتة الشاي، وكانوا يحطونها. هذا هني طالع معنا أنواع. صح. الشاي. الشخص هذا هو شينينغ اللي قاعد أتكلم عنه، اللي هو أسطورة الصين، أو كانوا يسمونه ملك الطب. هو اللي كان يستخدم اللي هي نبتة الشاي ويخلطها مع بعض الأعشاب للتداوي فيها. والله صحتهم قوية يعني ما شاء الله الصينيين، لأنهم يستخدمون الشاي. فهو الشاي تحديدا. الشاي إنه داخل فيهم مضادات أكسدة، زائد إنه أكل الصين واليابان بشكل عام يعتبر قليل بالسعرات وعالي باللي هو الأسماك. صحيح. قليل في الدهون المشبعة. سمية بسأل أنا دعاء، دعاء شو تفضلين، الشاي القهوة؟ أنا أفضل الشاي أكثر شيء. أيوة الشاي الأبيض أكثر. الشاي الأبيض. أيوة. شو رأيك سمية؟ في ناس تفضل الأبيض، يقولك أفيد من الأسود والأخضر وغيرها، فهذه معلومة صحيحة ولا لا؟ يمكن بخصوص قلة الكافيين اللي فيه. بالضبط. عن أنواع ثانية. بالضبط. أنا الحين جايبة معاي هني لو تشوفين غادة ودعاء بعض أنواع الشاي اللي موجودة هني. حلو. في الشاي الأبيض، وفي الشاي الأخضر، وفي الشاي الأسود، وفي شاي راح أتكلم عنه بعدين يسمونه شاي الرويبوس. فهو النبتة هذيل الثلاث أو الثلاث انواع الشاي اللي موجوده، الابيض والاخضر والاسود، وهم مثل ما انا قلت جايين من نبته واحده. صح. اللي هي نبته الكاميليا. اللي يفرق بينهم انه مثلا الشاي الابيض هو يعتبر ذابل وغير مؤكسد، يعني عاده تكونين الورقه مالت الشاي تكون مسكره مو مفتوحه. صح. على الشمس، فهي تكون محافظه على. صح. قيمتها الغذائيه. وما تكون معرضه للاكسده، فلونها ما يكون غامج، ونسبه الكافيين فيها تكون جدا قليله. فهذا الشاي الابيض. هذا الابيض. أي نعم. بس كنا يتفتح بالماء او شغله لما تحطي له الماء المغلي. اذا تميتي فتره طويله فخلينا نجرب نحط عليه الماء المغلي. بس ترى انا متشوقه على شغله سميه، اللي بالعيش شنو قصتها؟ ينشرب كذي طعمه حلو؟ لا مو ينشرب، ينطبخ العيش فيه فينوكل. ينوكل. أي. يعني يصير عيش بنكهه الشاي. بالضبط. صح. اوكي. طبعا بدون سكر. فلو تشوفين شاغبني ابراهيم يقول لي شو اسمه مايل هذا فلو تشوفين هذا، شوفي لونه ما تغير حتى لو خليناه فتره. تحبين الشاي الابيض صح؟ راح تشربينه الحين على الهواء دعاء.
لو تشوفين حتى لو حطيتي معاه ماي فتره عشان كذي يسمونه ابيض لونه ما يتغير. صحيح. وهني هذا عندنا الشاي الاخضر. الشاي الاخضر يكون متعرض شويه للاكسده. حلو. فعشان كذي لونه اغمج، نسبه الكافيين فيه شويه اكثر من الشاي العادي اللي هو. صحيح. الشاي الابيض. ني على الشاي الاسود، هني طبعا من اسمه شاي الاسود، من تحطين عليه الماي الحار يصير اللي هو اسود. طبعا شاي الاسود اعلاهم في نسبه الكافيين. صحيح. واقلهم في مضادات الاكسده. عشان كذي قلنا دراس ها. عشان كذي الحين طلبة أيام المدارس اللي يبي يصحى طبعا ما يشرب الشاي الأخضر. هذا شاي الوزارة على قولة سعود. يشرب الشاي الأحمر أو الشاي المتأكسد أكثر. أنا حابة أسأل سؤال، هلأ في عنا نحن هلأ مدارج موضوع الشاي الأخضر. أي نعم. شاي تعذيب الضمير اللي هو بعد كل وجبة نحن بناكلها تكون كبيرة ودسمة. فياخذون الشاي الأخضر. من فوائد يعني في دراسات، بعض الدراسات قالت انه ممكن الشاي الاخضر يزيد من عمليه الايض او يزيد. صحيح. من الحرق. بس يقال يؤخذ بعد ساعتين او شهر من بعد الشغل، لان تاثيره في نزول وزن ما هو كبير. صحيح. فهو ما يعتبر فعلا شيء اللي راح يعني فعلا. انا ما ادري معلومه وزن. عرفتها انه هو ما ينزل او ما يحرق او ما يسوي اي شيء، بس يعطي رطوبه للبشره، يرطب البشره، يعطيها نظاره. هذا اللي عرفته. هي من الفوائد. إيه؟ من الفوائد في الشاي الاخضر انه عالي بمضادات الاكسده مثل ما انا قلت، يحمي من بعض انواع السرطان مثل سرطان الصدر والمثانة، المعدة، البنكرياس والقولون، ويحمي من الجلطات ويقلل من انسداد الشرايين ويقلل من خطورة الأمراض العصبية مثل الألزهايمر والباركنسون. فهذا بالنسبة حق الشاي الأخضر. الشاي الأسود مثل ما قلت أنه هو عالي بالكافيين، وهم ممكن يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية. أما الشاي الأبيض فهو الأفضل بالنسبة لمقاومة السرطان كون أنه هو الأعلى في مضادات الأكسدة. فهذا بالنسبة حق أنواع الشاي. الشاي مثل ما أنا قلت أول شيء وجد في الصين. حلو. بعدين انتقل له تقريبا في القرن 16 أو 17 انتقل في بريطانيا، وكانوا ما يأخذونه إلا الناس الهاي كلاس. الهاي كلاس لأنه كان سعره وايد غالي. فكانوا بس بعض الطبقات في المجتمع كانت تشرب شاي. بعدين شالوا التاكس أو شالوا الضريبة على الشاي، فصار أنه يستهلك الشعب كله، صار ممكن يشرب شاي. طلع في الفترة هذه أو بالضبط سنة 1830 تقريبا، كان في رئيس وزراء بريطاني اسمه تشارلز غراي. فتشارلز غراي هذا أهدي له نوع من انواع الشاي اللي الحين اسمه ايرل جراي. اوكي، عرفنا سره. عرفت سر التسميه. فيقولون انه كان بخشيش سياسي او دبلوماسي. يقولون انه احد مبعوث من الصين لما رد بريطانيا ياب معاه نوع الشاي هذا. فهو شنو شاي الايرل جراي؟ هو عباره عن زيت، هو شاي عادي الاسود في معاه زيت. هذا هو تشارلز جراي اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، اللي سمي من بعده اسم الشاي الايرل جراي. خلد رئيس الوزراء البريطاني. خلد اسمه على طول. فهني عندنا احنا الايرل جراي، ويمكن اكثر شركه اشتهرت فيه نستعمل الشاي الاسود العادي، بس هو فيه نكهه. فهو بسيطه حتى يعني مو محسوسه وايد. اي انا بالنسبه لي يمكن ما استسيغه وايد. في ناس ما يحبون يشربون الا الايرل جراي. صحيح، على قولتك ريحته حلوه صدق. فالشاي هذا جايبين منه فيه نبته او برتقال اسمها بيرغوميت اورنج، نوع من انواع البرتقال. القشرة مالتها ماخذين منها النكهة اللي مسوينها في اللي هي سووا يعني منها الايرل جراي. فهو ماخذ منها الزيت اللي موجود في قشرة البرتقالة هذه ومحطوطة في الشاي. لما اهدي او اعطي لرئيس الوزراء البريطاني اعجب في الطعم ماله، وكان عنده من مشروبه المفضل وسميت عليه اللي هو شاي ايرل جراي، لانه كان يلقب بايرل جراي الثاني وقتها. صحيح. كان لما كان ماسك رئاسة الوزراء. وكانوا يشربونه هم طبقة بس معينة، وكان هو مشروب مفضل حق الاجتماعات السياسية، وبعدين نفس الشيء انتشر في بريطانيا. صحيح. ظهر بعدين أنواع وأشكال ونكهات مختلفة من الشاي. قاموا الناس يتفننون فيه عاد. فهني عندنا مثلا الشاي بالفراولة، يعني قاموا يدخلون عليه النكهات. شاي الفراولة، في شاي مثلا اللي هو مجربة شاي بالفواكه. بالفواكه، بالتوت، بال ايه مجربة. شكلك عاشقة للأنواع الشاي. بحب الأشياء الدافية خصوصا الصبح أول ما تقومي من النوم بيكون ما قادرة تحكي، لازم شيء، فلازم تفتحي صباح بالقهوة أو بالشاي. بس أنا قاعدة أشوف سكر نبات عندك. صح، فهذا سكر نبات يا ابن يا إبراهيم، يعني هو يعتبر طبعا سكر النبات او اي سكر الاسمر مثلا كلهم ياثرون في سكر الدم ويرفعون السكر. لكن ظاهر هذا ضايفين له نكهه خاصه، قال لي انه تعطي نكهه حلوه في
في الشاي او القهوه لما الواحد يحطه. اذا بتكلم هم عن النكهات اللي موجوده بالشاي فبداوا الناس يبدعون فيها، فصار في فرنش ايرلي جراي اللي هو ايرلي جراي بنكهه الياسمين، هم انتشر في بريطانيا. في نوع من انواع الشاي سموه لندن فوغ او ضباب لندن، وهو كان عن ايرلي جراي مخلوط مع الحليب، هذه الفتره اللي الناس قامت تتفنن في الشاي. وفي ايرلي جراي جرين يعني الشاي الاخضر بنكهه الايرلي جراي او اللي هو الزيت اللي حاطينه من البرتقاله. وبعدين في الرويبوس ايرلي جراي، ويمكن هذا النوع الشاي اللي بتكلم عنه اللي هو جايبت لكم اياه هني شاي الرويبوس. فانت لو تشوفينه لونه احمر يعني كنا شاي برتقالي عادي برتقالي شيء حلو لونه، بس ما ادري اذا تذوقين طعمه كنا عوده معتق ايش حلوه. طبعا هو مو شاي العادي من نفس النبته، طعمه غريب صح؟ فهو مو شاي يعني هو يختلف عن الشاي اللي هو الاسود والاخضر والابيض، لانه هو مو من نفس النبته، هو من نبته مختلفه اسمها نبته الرويبوس. اي لكنه وايد مشهور، اذكر تعرفت عليه في زيارتي لجنوب افريقيا لان هي الدوله المصدره لشاي الرويبوس بالعالم. نكهته طبعا غير، الحلو فيه كنا في بيكس كنا دوا على قولتك هناك، ترى في افريقيا ما يشربون الا هذا. يعني لما كنا نقول لهم انه هو منتشر، هو الدوره المصدره لشاي الرويبوس، لا فوائد يعني معين، لا فوائد وايد. اول شيء هو خالي من الكافيين، فهو شاي ما فيه كافيين، عالي بمضادات الاكسده، يحتوي على المغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، فهو فيه معادن، يهدي اضطرابات المعده، ويساعد في امتصاص الحديد بعكس الشاي العادي. يعني فعلا الشاي العادي يحرق الحديد. الشاي العادي لما ناكله، انا اقول لك لما ناكله بعد وجبه فيها حديد جاي من مصدر نباتي فعلا ياثر في امتصاصه. فالشاي العادي يقلل من امتصاص او يمنع امتصاص الحديد اللي جاي من المصادر النباتيه. عندي سؤال، هلا في نوعيه شاي معينه بتساعد على فقدان الشهيه او اي شيء بيساعد على الدايت؟ اي فهو الشاي بشكل عام في انواع يقول هذا شاي يضعف، هذا شاي يحرق الدهون، هذه كلها ادعاءات ما مو صحيحه، ولا كان زين نلاقي نوع من انواع الشاي اللي فعلا يسد الشهيه او يقلل من حرق السعرات. طيب هذا بالنسبه لشاي الرويبوس. الرويبوس تنصحين فيه ولا العادي؟ انا اقول لك الرويبوس قعدت شويه احاول ان اتقبل طعمه، لان انا احب اشرب شاي بعد الاكل، وبنفس الوقت ما ابي صراحه وبنفس الوقت ما ابي انه تروح فوائده، بس اذا حطيتي معاه حليب يصير طعمه مقبول. ما اتوقع. لا انا جربته مع الحليب صار طعمه مقبول. المهم غادة، بالنسبة لموضوع الحليب مع الشاي، لما أنا أضيف الحليب على الشاي العادي اللي هو النبتة العادية فهو تقلل من اللي هو فائدة مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه. فإذا أنا بستفيد من مضادات الأكسدة اللي موجودة في الشاي مفروض أن أشربه بروحه، لما أحط معاه الحليب فأنا أقلل من الشغلة هذه. صحيح. دخل الشاي وايد في ثقافات وفي عادات، فصار مثلا عندنا بالكويت شاي الضحى، يعني اسم القعدة صار من يت من الشاي وكل ساعة. فبالكويت أو بالخليج عندنا الشاي يعتبر من أكثر الأشياء اللي المشروبات اللي تنشرب. يمكن عندنا صورة عن خريطة إذا طلعنا إياها إبراهيم، وين أكثر أو سعود وين أكثر الدول استهلاكا في الشاي مقارنة بالقهوة بالعالم؟ إيه ومن سعود عطنا الصورة خلينا نشوف من أكثر ناس تستهلك. اوكي فلو تشوفين الصوره هذه تقريبا الخليج فيها من يعني من اكثر الدول تعتبر اللي تشرب الشاي، لكن دول اسيا شربها للشاي اكثر من الخليج. يعني لو تشوفين اسيا كلها بما فيها اليابان والصين ونص اسيا هي من اكثر دول العالم استهلاكا للشاي. ويمكن امس قريت معلومه هم وايد عجبتني، ان تركيا تعتبر من اكثر هم دول العالم مصدره للشاي. كنت قريت افكاري مع ان القهوه التركيه معروفه عندهم الا انهم يشربون الشاي اكثر من القهوه وايد. صح، فهو معروفه قديما ان القهوه منتشره في تركيا، لكن الشعب التركي يشرب الشاي اكثر من القهوه. الحين عندنا تركيا انتاج العالم في 2014 انتجت اكثر من 2.5 طن شاي. من بينهم 120 طن استهلك في تركيا فقط. فداخل تركيا 100 متكلم عن 120 طن بالسنه انتاج شاي استهلك في نفس الدوله، وباقي الكميه صدرت للعالم كانت تقريبا ماخذه مركز 6.4% من الدول العالم اللي تصدر شاي، فهي من الدول الاكثر تصديرا واستهلاكا هم للشاي. وفي 2010 شافوا ان تركيا كانت اكثر دوله بالعالم الشخص فيها يشرب
شاي يعني شاي. على الأفرج معدل الشخص الواحد اللي يشرب شاي كان في تركيا هم اللي احتولوا المركز الأول في أكثر الناس استهلاك صار الشاي بطريقة مو طبيعية سمية ويستخدمونه حتى الحين في أمريكا وأوروبا الآيس تي صحيح بشكل كبير يعني قبل لا نختم لقاء لأن كل الكادرات قاعد تنزل سمية الشاي وكثرتها زينة الشاي كثرته طبعًا إذا كان طبعًا إحنا مفروض ما نتعدى 300 ملي جرام من الكافيين باليوم أكثر الكافيين موجود بالشاي الأسود وأقلها موجود بالشاي الأبيض إذا الناس تتأثر وايد بالكافيين على الأقل تحتاج 6 ساعات قبل النوم ما تشرب الشاي لأنه يأثر في النوم شكلها دعاء تشرب قبل النوم مزبوط هذا اللي عم بيصير كل يوم الشاي اللي هو الآيس تي ينشرب أكثر شيء في أمريكا أكيد صح وهذه التفاصيل وهذه المعلومات الجميلة اللي عطتنا إياها سمية خذوها بعين الاعتبار والحسبان شكرا سمية شكرا دعاء شكرا استمتعتي بهالفقرة البسيطة الصغيرة طبعا كثير انبسطت كمان حبيبتي خليليات اكيد بالبيت العامر كنت مناسب كنا معكم دايم سلام